أسلوب التقويم الشامل، وهو أحد الأساليب المستخدمة في تقويم أو تحديد قيمة الشهرة وإثباتها في الدفاتر. فقد ذكرنا في الفقرة السابقة أن هناك أكثر من أسلوب يمكن أن يستخدم في تحديد قيمة الشهرة، ومنها أسلوب التقويم الشامل، والذي يقوم الشهرة على أساس الفرق بين سعر شرائها وبين القيمة السوقية لصافي الأصول. وأيضا هناك أسلوب آخر، وهو أسلوب تقويم الأرباح الزائدة عن الربح العادي. والمثال التالي يوضح كيفية تقويم الشهرة بكل تلك الطرق السابق ذكرها. فبافتراض أنه في 30/12 قامت شركة الشرق بشراء شركة الغرب ودفعت مبلغ 500,000 ريال، وفي هذا التاريخ كانت ميزانية شركة الغرب كما يلي: 200,000 نقدية في الأصول، 120,000 مخزون، 280,000 أصول ثابتة بالصافي، الجانب الآخر حقوق الملكية والالتزامات 150,000 التزامات متداولة، 450,000 رأس المال. بينما كانت القيمة السوقية العادلة للمخزون 150,000 ريال، والأصول الثابتة 300,000 ريال، والالتزامات المتداولة 160,000 ريال. فإذا علمت أن معدل الربح العادي هو 20% ومتوسط الأرباح الفعلية المعدل 106,000 ريال، وأيضا معدل الخصم المطلوب هو 25%، وعدد السنوات المتوقع استمرار الأرباح الزائدة خلالها هي 6 سنوات. المطلوب حساب قيمة الشهرة وقيد إثبات الشراء، وذلك باستخدام طريقة التقويم الشامل. حل المثال بطريقة التقويم الشامل: يتم استخراج أولا صافي الأصول بالقيمة السوقية العادلة بعد التعديل. النقدية بالقيمة السوقية هي نفس قيمتها 200,000 ريال، المخزون بقيمته السوقية 150,000 ريال، الأصول الثابتة بالصافي بقيمتها السوقية 300,000، إذن إجمالي الأصول بالقيمة السوقية 650,000 ريال. يخصم الالتزامات المتداولة بالقيمة السوقية 160,000، إذن صافي الأصول بالقيمة السوقية 490,000 ريال. وحيث أن الشهرة قد تم، أو حيث أن المبلغ المدفوع في شراء الشركة عبارة عن 500,000 ريال، والقيمة السوقية للأصول العادلة أو القيمة السوقية العادلة لأصول تلك الشركة عبارة عن 490,000 ريال، إذن قيمة الشهرة طبقا لهذه الطريقة تقوم 10,000 ريال. قيد اليومية لإثبات أو اللازم لإثبات الشراء والشهرة على النحو التالي: حساب النقدية مدين ب 200,000، 150,000 المخزون، 300,000 الأصول الثابتة، حساب الشهرة 10,000 ريال، ومذكورين في الجانب الدائن حساب الالتزامات المتداولة 160,000 ريال، وحساب النقدية وهو المبلغ الذي تم دفعه في شراء شركة الغرب وقدره 500,000 ريال. الأسلوب الثاني في تقويم الشهرة أسلوب تقويم الأرباح الزائدة، حيث يتم تحديد قيمة الشهرة وفقا لهذا الأسلوب من خلال الآتي: الخطوة الأولى تحديد الأرباح الزائدة، والتي تساوي متوسط الأرباح الفعلية المعدل ناقص الأرباح العادية المتوقعة، مع ملاحظة أن الأرباح العادية المتوقعة بتساوي القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول، والتي توصلنا لها في المرة السابقة بأنها تساوي 490,000 ريال، مضروبا في معدل الربح العادي. الخطوة الثانية تحديد قيمة الشهرة وفقا لأحد الأساليب التالية السابق ذكرها: 1. طريقة رسملة الأرباح الزائدة المتوقعة بالمعدل العادي، إذن الشهرة تساوي الأرباح الزائدة في مقلوب معدل الربح العادي، أو طريقة خصم الأرباح الزائدة المتوقعة بمعدل خصم مناسب، الشهرة تساوي الأرباح الزائدة على معدل الخصم، أو يتم تحديد قيمة الشهرة عن طريق خصم الأرباح الزائدة لعدد معين من السنوات، الشهرة في هذه الحالة تساوي الأرباح الزائدة في القيمة الحالية لمبلغ 1 ريال يستحق دوريا لعدد معين من السنوات بمعدل الربح العادي،
أو شراء الأرباح الزائدة لعدد معين من السنوات، الشهرة في هذه الحالة تساوي الأرباح الزائدة في عدد السنوات المتوقع خلالها تحقيق هذه الأرباح. وبتطبيق بيانات المثال السابق الموجود في شريحة رقم 12، المطلوب تحديد قيمة الشهرة وفقا للأساليب السابق ذكرها. الحل: إذا أردنا تحديد الأرباح الزائدة، وكما ذكرنا تساوي متوسط الأرباح الفعلية المعدل ناقص الأرباح العادية المتوقعة، والتي تساوي 106,000 ناقص 98,000، إذن الأرباح الزائدة عبارة عن 8,000 ريال، مع ملاحظة أن الأرباح العادية المتوقعة كما ذكرنا بتساوي القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول والتي تم استخراجها في المرة السابقة ب 490,000 ريال في معدل الربح العادي على النحو التالي: 490,000 في 20%، إذن الأرباح العادية المتوقعة تساوي 98,000 ريال. وعلى ذلك تحديد قيمة الشهرة وفقا لأحد الأساليب السابق ذكرها، إذا ما تم تحديد قيمة الشهرة عن طريق رسملة الأرباح الزائدة المتوقعة بالمعدل العادي، إذن الشهرة تساوي الأرباح الزائدة وقدرها 8,000 ريال في مقلوب معدل الربح العادي، أي في 100 على 20، إذن الشهرة تقدر ب 40,000 ريال. وإذا ما تم تحديد طريق أو قيمة الشهرة عن طريق خصم الأرباح الزائدة المتوقعة بمعدل خصم مناسب، إذن الشهرة تساوي الأرباح الزائدة على معدل الخصم، أي تساوي 8,000 ريال في مقلوب معدل الخصم، أي في 100 على 25، إذن قيمة الشهرة تساوي 32,000 ريال. وتحديد قيمة الشهرة بطريقة خصم الأرباح الزائدة لعدد 6 سنوات، الشهرة تساوي الأرباح الزائدة في القيمة الحالية لمبلغ 1 ريال يستحق دوريا لعدد 6 سنوات بمعدل 20%، ويمكن الحصول على ذلك عن طريق من الجداول الإحصائية، إذن الشهرة تساوي 8,000 ريال في 3,326 تساوي 26,608 من الهلل. وأخيرا، إذا تم تحديد قيمة الشهرة عن طريق شراء الأرباح الزائدة لعدد معين من السنوات، الشهرة في هذه الحالة تساوي الأرباح الزائدة مضروبة في عدد السنوات المتوقع خلالها تحقيق هذه الأرباح، أي 8,000 ريال في 6، إذن قيمة الشهرة تساوي 48,000 ريال.